صوت الصنم قد جاثم على صدورنا منذ 40 عام. خلع الثوار عن الصنم عباءته وأسقطوه تحت أقدامهم. يومان فقط كانت كافية ليفرض الثوار في الرقة سيطرتهم على المدينة، ولتتهاوى رموز النظام الواحدة تلو الآخر، تمثال حافظ الأسد وأكبر صورة لابنه رأس النظام. أبطال المدينة يقومون بتنفيخ صوت المجرم بشار الأسد. وصور كثيرة لطالما أمعن النظام بنشرها وجعل السوريين يقدسونها أصبحت الآن تداس بأقدام السوريين أنفسهم. بشار عين بعينك لا تندار، بشار عين بعينك لا تندار، جايينك بشار شمط نشيلك كالمسمار، شمط نشيلك كالمسمار. الله أكبر. مسيرة التحرير بدأت بهجوم الثوار على حاجز بغداد من الجهة الشرقية في المدينة، حيث لم يصمد عناصر النظام هناك سوى ساعات معدودة ليفر من بقي منهم على قيد الحياة. تل التقدم تحرير مبنى الهجرة والجوازات الذي أمعن في إذلال وإرهاق وتعذيب أبناء الرقة بعد أن أحاله النظام إلى ثكنة عسكرية محصنة يقول أهالي المدينة. مبنى المخابرات الجوية هو الآخر، مبنى من أعتى حصون النظام المنيعة التي أمعنت في القتل والتعذيب، دخلها الثوار ليجدوا أبشع المناظر داخلها، دماء كثيرة تروي حكايات من تعذبوا وقتلوا في هذا المبنى. ومخافر الشرطة لم تستثنى من معركة التحرير المفاجئة، مخافر هي الأخرى باتت في قبضة الثوار، وقبلها حواجز النظام العسكرية التي كانت تقطع أوصال المدينة والريف. المعارك كبدت النظام حسب ناشطين ما يزيد عن 100 قتيل والكثير من العربات العسكرية والذخيرة، ولم يبقى على الثوار سوى تحرير فرع الأمن العسكري وقيادة الفرقة 17 والتي تبعد عن المدينة 13 كيلومترا ليعلنوها أول محافظة محررة بالكامل. وحتى يتوج الثوار مدينة الرقة كأول مدينة تتحرر من قبضة النظام بشكل شبه كامل، قصد الثوار قصر المحافظ بيت النظام الأول، حاصروه لبعض الوقت قبل أن يدخلوه من أوسع أبوابه ويأسروا من فيه. الآن كاميرا قرية ترافق أبطال الجيش الحر داخل قصر المحافظ من الزوار الذين سلموا أنفسهم لدرع الفتنة في الرقة. لقد قامت جبهة الشورى باقتحام المبنى، اقتحام المبنى وقد بأقل الخسائر، بأقل الخسائر والحمد لله سيطرنا على المبنى واقتنمنا ما كل ما فيه من سلاح وأسرنا عدد كبير منهم، وبعون الله تم السيطرة على المبنى. وكما جرت عليه العادة بعد التطورات المتسارعة في المدينة، تداعت قيادات النظام في الرقة، المحافظ وأمين فرع الحزب لاجتماع عاجل، ولكن هذه المرة تحت رئاسة الثورة.